النايسين المعروف أيضا باسم فيتامين بي 3. كل جزء من الجسم يحتاج فيتامين بي 3 النايسين ليعمل بشكل صحيح. يساعد فيتامين بي 3 على تحويل الطعام إلى طاقة، يحافظ على صحة الجهاز العصبي والجلد. فيتامين بي 3 النايسين مكون رئيسي من الـ NAD والـ NADP، وهما من الإنزيمات المشاركة تمثيل الغذاء الخلوي. نايسين فيتامين بي 3 عنصر غذائي أساسي يشارك في تخليق واستقلاب الكربوهيدرات والأحماض الدهنية والبروتينات. يسبب نقص النايسين فيتامين بي 3 البلاغرا المعروف لدى الأطباء بمرض الفور ديز، ديرماتيتس التهاب الجلد، دايريا الإسهال، ديمنشيا الخرف. وإذا استمر نقص فيتامين بي 3 يؤدي إلى الوفاة ده. هناك نوعان من النايسين، حمض النيكوتينيك والنيكوتينامايد، كلاهما موجود في الطعام. يشمل مصادر النايسين فيتامين بي 3 اللحوم خاصة الكبد والحبوب بما في ذلك دقيق القمح والبقوليات والذرة المعالجة بالقلويات كما هو الحال في الذرة المستخدمة في الرقائق كرونفليكس والبذور والبيض والحليب. لا يمكن تخزين النايسين في الجسم، لذلك تحتاجه في نظامك الغذائي كل يوم. كمية النايسين التي يحتاجها الرجال 16.5 ملغرام والنساء 13.2 ملغرام يومياً.